تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هيكون معانا مواهب كتيرة مجال الفنون الشعبية. ودلوقتي معادنا مع محافظة أسيوط. مرحبتين اهلا يا حبيب، مرحب بالزين الطيب، مرحبتين اهلا يا حبيب، يا مرحب بالزول الطيب، يا محبوب تعال قريب ودي نشكيلك بالحيل، ودي نشكيلك بالحيل، ويا محبوب تعال قريب ودي نشكيلك بالحيل، ودي نشكيلك بالحيل، ودي نشكيلك بحوال اللي في قلبي تميل، ودي نشكيلك بحوال اللي في قلبي تميل. Thank you.
زي خنزيرة وسلندر خسيتة كده كده يا تيلا قاطرة جندرانو كده كده يا تيلا قاطرة جندرانو شايل له خنجر عامل فيها عنتر شايل له خنجر عامل فيها عنتر لكن هو ما عنتر بس عسل المقطر يا كده كده يا تيلا
مساء الفل. الحمد لله على السلامه. انتوا جايين من امبارح مش كده؟ ها تمام. انتوا اول مره تشتركوا ولا اشتركتوا قبل كده؟ اول مره حضرتك. اول مره. طيب انا بحييكوا بقى على ان انتوا اول مره تخشوا. عايزينكوا دايما تبقوا موجودين. كلهم حلوين قوي الولاد والبنات، بس انا بس ليا رجاء واحد، انه حضراتكم بس تبقوا تتفرجوا على بقيه الفرق والعروض. انتوا لسه جايين اول مره، كويسين جدا وكل حاجه، لكن محتاجين تتفرجوا على بقيه العروض علشان تشوفوا دي مسابقه، فانتوا ايه، في منافسه، فلازم تشوفوا كمان الفرق الثانيه بتقدم ايه. بس انتوا حلوين قوي، والملابس بتاعي الدكتور قال لي انه في الحجاله كان لبسكم اوريجينال المظبوط يعني. ماشي دكتور، الحمد لله على سلامتكم وبرافو عليكم. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. الحمد لله على السلامه برضو ليكم، والف مبروك، وانا سعيده بيكم جدا جدا، مبسوطه بيكم، وانتم بسطتوني الحقيقه قد ايه انتم هادين وحلوين وبتادوا حلو وبهدوء. البنات جميله جدا كلها، انتوا الاربعه، انتوا خمسه مش كده؟ حضرتك بتعملي الازياء ولا ايه؟ الازياء حلوه قوي، واعتقد زي ما الدكتور محمد قال فعلا هي حقيقي الاولانيه، صح كده؟ طبعا حلوين قوي الازياء، البنات جميله وهاديه ولذيذه، الولاد هايلين هايلين. طبعا لسه في شغل كتير عشان لازم يتفرجوا فعلا ويشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، ودخلوا بعد كده في المنافسه تبقى اقوى واقوى. طبعا حضرتك جميل قوي. انت اسمك ايه؟ ايه سليمان؟ احمد مساعد مدرب. مساعد مدرب، بترقص بمزاج جدا. و انا طول عمري كنت هنا اصلا بتدرب، وكنت بعمل عروض هنا في كنوز مصريه وانا عندي 7 سنين. فدايما بحب اجي المكان ده، بحسه مكاني يعني. طب حلو حلو. طب كويس. طب هاي هاي. لا انا سعيده بيهم جدا جدا. انت مساعد مدرب برضو؟ برافو عليك برافو عليك. عايزين بس المره الجايه نبقى نوحد مثلا الجزم كلها تبقى سودة او بيضه. عايزين بس ناخد بالنا من شوية تفاصيل تقاليد المسرح، محدش يلبس ساعة هو داخل، ما ينفعش. شفت ومساعد مدرب ولابس ساعة، يا خرابي. وألف مبروك وميرسي انكم جيتوا. شكرا ليكم. شكرا والحمد لله على السلامة يا شباب. وطبعا الفرقه غنيه عن التعريف يعني، او كابتن محمد تمام استاذ كبير وغني عن التعريف وراجل اصيل يعني، بيحب يظهر ثقافه منطقه عزيزه علينا كلنا يعني، مرسى مطروح والغرب هنا يعني كله بسيوه، منطقه عزيزه جدا وغنيه بتراثها زي ما انتوا قدمتوه كده. شكرا لحضرتك استاذه مها، شكرا لحضرتك جدا على الازياء. الدكتورة قالت على موضوع توحيد الأحزاب، يعني مش موجودة الإمكانية حتى يعني نوحدها بأي طريقة ما، حتى لو بشراب. مش ده شغلكم بقى، شغل الشباب الجديدة يعني، شغل سليمان وعلي ده شغلكم، التتميم على الحاجات البسيطة دي. عارف ان مفيش، ان ما كانش فيه الازياء لل هو المصمم كابتن محمد تمام، واحنا يعني مدربين معاه برضو. ما انتوا بقى إيه، لو ما كانش كابتن محمد تمام موجود ما كناش احنا عملنا اي طبعًا حاجه. طبعا طبعا. لا ده كتر خيرك. شكرا، مشكور جدا والله. شكرا شكرا جدا ليك، وانت اصيل وذوق، لكن كمان انتوا بتساعدوه في التفاصيل الصغيره يعني، هو بيحط البلان الكبير، انتوا بتساعدوه في التفاصيل ديت. صحيح، تراجعوا على بعضكم فيها. وكمان في تقديم رقصة النوبة. شكرا انكم يعني ايه وفقتوا موضوع الملابس القريبة هنا عن هنا، واضحة يعني طبعا يعني اقرب حاجة، اقرب حاجة واضحة واضحة يا كابتن. في بس اللي عايزين نشوفه ان شاء الله المرات الجاية، عايزين نشوف ايه التراث السيوي، تطلع لنا كده كنوز. اي فندم، بتكلم مع المديره بقول لها ان شاء الله
انا اتكلمت مع الدكتور محمد هعمل له مفاجاه ان شاء الله. بس ايه المفاجاه؟ انا هقولها لك برضو. لا لا ده ايه محسوبه لك طبعا، انت استاذ المنطقه دي. لا 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 لك المفاجاه دي حضرتك، اللي هم عندي العصيان اللي هي الاصليه الفريحي تمام، على الجريد الفريحي. الفريحي مظبوط تمام، بالايقاعات بتاعتهم بالضمامير بتاعتهم. كويس جدا جدا. فدي في الايام الجايه يعني. بص احنا كمهتمين بالتراث بنعتمد على حضراتكم في انكم تطلعوا لنا الكنوز اللي عندكم علشان اولادنا بقى ايه يتعلموا منكم ونأصل ثقافتنا الشعبية. إنه ده هيتعمل الفرح السيوي بقى. يعني أتمنى. هو الفرح السيوي أصلا. أتمنى وعيد السياحة، عيد السياحة فيش حاجة. هو عيد السياحة بتاع سيوي. عيد السياحة وبرضو يعني نعرفه يعني في طبعا في يعني يعني قلعة شالي، يعني إيه تراثنا دوت كل الحاجات الحلوة. ما الزملاء زمايلي يعني هم كتر خيرهم اولا، انا بشكرهم طبعا ان طبعا عملوا حاجه عن واحد سيوة كويس شبيهه للشغل كله، وعملوا مجهود عشان يوصلوا تمام، وانا بشكرهم جدا طبعا. شكرا ليك. وده شرف لينا احنا. الله يخليك. شرف لينا ان التراث بتاعنا بيبدا يظهر. وبصوا من اهم اهداف المسابقه ديت عشان كلنا نكون عارفين، انتوا النهارده اخر فرقه ويعني انبسطنا بيكوا، عشان تكونوا عارفين ان بنخرج كنوزنا دي ونحافظ عليها انها تطلع المسرح بشكلها الاصيل، بشكلها الاصيل اللي نقدر نتفرج عليه برضو. يعني انت عارف ما ينفعش نجيب الحاجه من بيئتها الشعبيه نحطها على المسرح خالص، هيبقى فيها ملل. لكن طبعا ايه بالعناصر المسرحيه الجميله بالمشاهده الشعب يعني الحاجات دي كلها بنعتمد عليكم انكم بتطلعوا لنا الكنوز ديت، وحتى اولادنا كمان حتى اللي واقفين على المسرح يكونوا عارفينها ويوصلوها. وبنشكركم جدا وهنشوفكم اكتر من مره كمان. وشكرا لحضرتك جدا على اهتمامك بملابس استاذه مها، وكل طبعا والشكر موصول لكل القائمين يعني لحضرتك والاستاذه اسماء حتى استاذ اشرف، يعني كل اللي اهتم. استاذه اسماء اتفضلي. كل اللي اهتم وساهم ان اولادنا يجوا هنا، يعني بنشكره جدا جدا جدا. شكرا لكم. نستسمح حضرتك يا دكتور، انت ناخد صوره بقى مع حضرتك. تمام حاضر حاضر يا فندم. شكرا لكم. جايين نرسم حكايتنا بايدنا على حيطان الايام، شايل احلامنا على جناح الطاير في السما يا حمام. حوادث بتجيب حوادث احلى، وكنز بيفضل في رحلة. بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بايدنا على حيطان الايام، شايل احلامنا على جناح الطاير في السما يا حمام. حوادث بتجيب حوادث احلى.